كان اخر يوم لنا بفلوريدا، رحنا للسياره وهذا اللي شفناه. هاي السياره كاسرين الشباك، او ماي جاد، شو هسه شو نسوي؟ هاي السياره ايجار ولد الذين، هسه انا ايش راح اسوي؟ اول شيء كاسر من انا وفاتح الباب ابن الذين. هذا نتصل على 911، حتى البنيد محاولين يفتحون، الظاهر كاسريها بهاي السكينه. If the cops show up, هذا البايك السياره انسان كلش حقير، يمكن عباله عندنا شغلات بتشيس الزباله. قالوا لنا اتركوا السياره لا تطخوها. كل اللي اقوله حسبي الله ونعم الوكيل. هذا اللي يتعب ويسافر وقاعدين نصرف فلوسنا على مود نسوي محتوى حلو، هذا هو اللي يصير بينا، مخالفات، حوادث، سرقات، دا ندفع رنتات، دا ندفع هواية فلوس. يعني انتم ما تعرفون الاحساس اللي بداخلنا هسه، وان احنا ايش قد مقهورين. هاي يمكن اقل شيء فد 5000 دولار هسه راح نخسر، فوق الخسارات اصلا اللي احنا دا نخسرها على السفر على مود نطلع لكم محتوى حلو. وسيم اقترح علي فكره انه افتح لكم باتريون جوا الفيديو وبايبال، اللي يحب يدعمنا، اللي يحب انه يساعدنا، اللي يحب انه يخلينا نستمر باليوتيوب، يخلينا نسوي فيديوهات احلى، اللي يخلينا نعوض كل هاي الخسائر اللي تصير لنا. تجيك المصايب من حيث لا تدري. ابن الذين. وسيم عنده ماك بوك ثاني امباق، وعنده الدرون همينا. هذا الدرون نصور لكم فيهم التطويرات الحلوه اللي انتم بتشوفوها، بس للاسف الشديد كلهم سرق. وسيم مقهور. تجيك التهايم والمصايب والتنايم. جابوا امه الله، جابوا الشرطه. هذاك الشرطي شو كل شوي نشوف سياره شرطه وما تجي لنا، المفروض يجي هنا. هذا شبيه لكم احنا هنا والله، تعالوا. هذول يجوز غلطه واحنا هنا وهم هناك. والاوفيسر ذاك وحنروح عليه. هذول مو على مودنا جايين، وهنا همنا واحد مبيوق باقين غراضه، باقين المحل مالته. الدنيا مقلوبه كلها شرطه اليوم. هذا الشرطي مالتنا، مالتنا الكيس 7915. وسيم هسه الشرطه راح ينتظرونا يم المطعم. ذاك هو الشرطي يم السياره. هسه دي يسوون انفستيجيشن، لازم يشوفون البصمات طبعا. مي ام ذا وان هو رنتد ذا كار. يو ريدي؟ يس. ذا رنت اجريمنت. يا اتس رايت ذير. دي دونت كم اون ذا ان ذا. فهسه اعطونا الكيس نمبر، وهسه حنروح نشرب لنا كوفي وراح نرجع لهم. راح تجي سياره تفحص البصمات بعد يمكن ساعتين. قلت لهم انا حروح اشرب لي كوفي، شو اسوي راسي دي وجعني. انا لما كلش انقهر او هاي لو انام لو اكل. مع الاسف هواي ناس على الانستغرام احنا بدنا نصور يتشمتون بينا ويضحكون علينا، مع انه هاي لو احنا كنا اجانب ومتابعينا اجانب كان هسه كلهم اصلا يدعمونا. لما نقول لهم باتريون او فتشي كلهم راسا يقدمون لنا والله اضعاف اللي خسرناه، تدرون بهذا الشيء. مو بس هاي، يقدمون لنا حكي حلو ومفيد ويشجعنا، يعني ليش احنا هيك؟ الشرطي هناك فاتح الضوء ويدور. اجت هاي السياره اندر كفر، فلازم هسه نكتب كل شيء صار ويانا. هاي الانفستيجيتر همينا. خلصت الورقه مالتي وهسه دور وسيم، لازم نحكي كل شيء صار ويانا. كلش خوش حبابين، خوش شرطه. 9 اشهر تصير اوفيسر، 9 اشهر. هاي كلها مشاكل هنا، شوفوا راسا علق له الضوء وراح عليه، اريد اشتغل شرطي مثلهم والله. شوفوا اجوا للشرطه. نقول له كمل مشي، نشب وكمل مشي. هاي كلها دا يصير هيك بالفلوج على غفله، اقول لكم الحياه تجارب غريبه. الفحص البصمات اتصلون وهسه رايحين عليهم. هياتها السياره يم الفندق. هياتها هي هاي السياره، شوفوا كرايم سين انفستيجيشنز، هاي خاصه مال التحقيقات. يا ربي يلقون اثار اصابع الشخص الحرامي. هسه راح يفحصون البصمات. هسه تلبس القفازات، حتصير مشتركه بقناتي. راح تاخذ صور، مسرح الجريمه كله لازم يتصور. كاميرا كلش قوية طبعا. هسه ادوات فحص البصمات. ورا ما انتهى كل شيء اصدقائي، اليوم الثاني رجعنا السياره وهناك غرمونا 1000 دولار. اخاف ما حد يصدق، يعني عبالاني دا كذب مثلا. هاي ابسط دليل، الى حد الان ما نعرف ايش قد راح يغرمونا على السياره، لانه هاي 2019 كورولا. بس احب اقول لكم شغله، ان كل هذه الالاف الدولارات تروح لكم فدوه. تريدون الصدق، اكثر دعم ممكن هو يفيدنا هو الدعم المادي. الفلوس اللي كانت بالبنك كلها طارت، اوكي؟ انا الي سنتين تقريبا مستمر وياكم ودائما انزل فلوجات، بس هسه صرت صدق افكر انه اوقف. بس كل اللي اقوله اللي يحب يدعمنا موجود كل شيء اسفل الفيديو، وكثر الله خير اللي راح يدعمنا وجزاكم الله كل خير. انا راح اوقف اسبوع كامل عن هذا الفلوج، ما راح انزل اي شيء لمده اسبوع ورا هذا الفلوج، وان شاء الله
بعد اسبوع نشوف شو يصير، واشوفكم على خير ودمتم في امان الله، مع السلامه.